أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم جهود مصر في التوصل لاتفاق بقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ. وخلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، أضاف غوتيريش أن هناك مشكلة متعلقة بالثقة بين دول الشمال والجنوب أو الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة فيما يتعلق بقضية المناخ. صديقي سيادة الوزير سامح شكري، أنا أدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لكوب 27. وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت في بالي والتي أشكرك على هذا الوصف الدقيق للموقف الحالي. نحن كوب 27 على وشك الانتهاء في خلال 24 ساعة، والأطراف ما زالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية كما تم الإشارة إليه. أصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة أن هناك مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة وبين الاقتصاديات الناشئة، ولكن ليس هناك وقت لذلك.